صلى على النبي يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا الشتاء داخله، بالصلاه على النبي. انا عندي ستان قديمه، بس انا عايزه اجدد، اجيب ستان حلوه يعني تمشي معايا بقى، ما تمشي مع ماما بركه في الجو اللي انا فيه دوت. بالصلاه على النبي نزلت ايه، اجيب ستان عشان الشتاء، فشكل الستان عجبني. انا جبت صيفي وشتوي، جبت للشقه كلها، بس بقى طبعا انا مش هلف بكم في الشقه، انا جبت وهعلق كله هنا واوريكم. بالصلاه على النبي، بصوا الستاير عامله ازاي بقى، دي التقيله اهيت، انا جايبها خفيف، جايبه تقيل وخفيف، بس هوريكم التقيل الاول وبعد كده اوريكم خفيف. بالصلاه على النبي، شفتوا عامله ازاي اهيت؟ طبعا ايه، انا ايه لماها، هوريكم غيرها بقى. بالصلاه على النبي، هي حرير وناعمه وتقيله، يعني تمشي شتاء وصيف، بس انا جايباها للشتاء. بالصلاه على النبي، دي بني، هوريكم واحدة تاني. بالصلاة على النبي يا حبيبي، طبعا وريتكم البني عريضة، وبعدين حسب ما انت عايزة. انا جبت بقى دي المدخل للمطبخ، بس برضو علقت هنا عشان ما اوريكمش ايه يعني في كذا حتة، انا قلت هعلق الستار كلها في الأوضة دي واوريكم. دي بتاع المطبخ جايباه، برضو نفس القماشة البني، جميلة تقيلة حلوة شتوي، بس انا جايبة دي بقى يعني اللي بيقولوا عليها بينك وكده والحكاية دي، انما التانية بني. بالصلاة على النبي، طبعا دي ايه برضو شتو، هوريكم واحده تاني. بالصلاه على النبي، بصوا بقى دي خفيفه اهي، تمشي صيفي، بس انا هحط البني تحتيها في الشتاء. جايباها ماشيه معايا الوان الاوضه، انا عندي الحيطان على لبني وعلى فوق الكاميرا زي داخله على بني كده على ذهبي، فانا جايبه البني هتبقى تحت ماشيه مع كده، هتبقى تحت. انا حط عندي ماسورتين، واحده تقيله واحده خفيفه، انا جايبه دي الخفيفه هي، في الشتاء اخلي البني تحتيها وفي الصيف اخلي ايه دي كده. بالصلاه على النبي، ده كبيره، بس انا لما طبعا عشان حتى كله ايه على ماسوره واحده. بالصلاه على النبي، كله من مكان واحد واسعارهم تحفه. انا كنت نازله اجيب يعني حاجه بسيطه، ده جبت ستاير للشقه كلها، ده انا هوريكم الباقي. طبعا وريتكم الثلاث ستاير دول وحبايبي. بالصلاه على النبي، تعالوا شوفوا الباقي. بالصلاه على النبي حبايبي، شفتوا بقى دي انا جايباها اللي بيقولوا عليه ايه، للريسبشن، جايباها للصاله بره، بس برضه قلت كله هفرجكم عليه في نفس الاوضه ديت عشان ايه ما افردش في كل حته. بالصاله على النبي، بصوا عامله ازاي، بالصاله على النبي، شفتوا جميله جميله، والاسعار بتاعتهم خطيره، يعني اسعارهم تحفه. ده انا جايبه دي للصاله، بس برضه قلت كله انا ايه هفرج هنا، دي جايباها للصاله ايه. بالصلاة على النبي، بصوا بقى، شفتوا بقى الحاجات دي بقى، يعني اللي بيقولوا عليها ده انا ما اعرفش اللي بيقولوا عليه ده الفينش والبتاع ده، بس بالصلاة على النبي خطيرة جميلة. وحبايبي برضو اللي يعوز هحط لكم اللينك بتاع اللي بتعمل الستاير في قلب الفيديو بتاع ماما بركة. بالصلاة على النبي، هتعجبكم الستاير بتاعت ماما بركة. انا نزلت كنت نازلة اجيب حاجة يعني الأوضة دي، بس جبت للشقة كلها، لسه هفرجكم تاني، خليكم معايا حبايبي. بالصلاه على النبي، لسه طالعه التالته اهي بقى، على يعني ما تضحكوش على ماما بركه، دي بتاعت اوضه نوم ماما بركه، بس برضه قلت افرجكم كله في مكان واحد. انا جايبه دي اوضه النوم. بالصلاه على النبي، يعني تقولوا بامبا، تقولوا بنت، تقولوا ما يعني، انا الالوان يعني بقى ايه عندي بتخش في بعضيها. بالصلاه على النبي اهي، برضه عندي اوضه النوم كبيره كده، انا جايباها برضه ايه للاوضه جوه، بس قلت برضه اعلق كله هنا. بالصلاه على النبي، هي القماشه واحده بس الالوان مختلفة. بالصلاة على النبي بقى، شفتوا كبيرة ازاي؟ بالصلاة على النبي اهي، بصوا عاملة ازاي؟ ستاير جميلة، هي القماش كله يعني انا جايباه ايه يعني الرسمة واحدة، بس جميع الالوان موجودة، بس انا عجبتني يعني يبقى الرسم كله شكله ايه؟ يعني كل واحد، بس هتعجبكم الستاير بتاعت ماما بركة. بالصلاة على النبي، لسه في ستارة تاني برضه هوريها لكم بتاع الأوضة التالتة بقى. بالصلاة على النبي حبايبي، هتعجبكم ستاير ماما بركه. بالصلاه على النبي يا حبايبي، اخر ستاره بقى هي بتاعت ماما بركه. انا عندي الشقه بالصلاه على النبي خمس اوض، فانا جايبه للشقه كلها بالصلاه على النبي اهي، دي اخر ستاره. بالصلاه على النبي بقى، هي عندها اشكال كتير يعني اي شكل موجود، بس انا حبيت اجيب يعني جميع الرسومات واحد، والشغل بقى قدامكم اهو، شغل صراحه يعني 100 100 حلو، ونضيف شغل حلو. وبالصلاه على النبي، كل سنه وانتم طيبين، ودي ستاير ماما بركه. وبالصلاه على النبي، هي مش غاليه والله، اسعارها جميله،
اسعارها حلوه برضو. واللي يعوز هحط لكم اللينك، اللي يعوز يرن عليها ويقول لها انا متابع ماما بركه هتعمل لكم تخفيض. دي ستاير ماما بركه، انا كنت نازله اجيب للاوضه دي بس، جبت للشقه كلها بالصلاه على النبي، شقتي 5 اوض جبت لها كلها ومتهوده وحلوه بالصلاه على النبي حبايبي. ويعجبكم بقى ستاير ماما بركه، حبوا على قد كده قال يعني انا بجهز نفسي من جديد بالصلاه على النبي. تعملوا لي لايك، واللي مش على الصفحه يدور على الجرس بتاعي، اوعى جرس يتعمل حبايب عشان اي جديد عند ماما بركه يجي لحبايبها. وبالصلاه على النبي كل سنه وانتم طيبين، هاتوا ستاير وفرشوا كده ومركبوا الدنيا صيف وشتاء. وبالصلاه على النبي مستنياكم في الفيديو الجاي.